بيجين ودوما تسلينا وبيك تكت وابوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ لاباس؟ راكم فرحانين لكم في حصة عمو يزيد؟ إذا أنتم كذلك يا أطفال لكم تشوفوا فينا، إذا حبيتوا تفرحوا وتحضروا معنا حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقعنا الإنترنت بهذه الطريقة وتسجلوا للحضور. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال لما تسجلوا عليكم بشوية على الصبر، لأن عمو يزيد حب يستضيفكم كامل والتسجيلات كثيرة وكاع الأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد. إذن شوية على الصبر وحين تحضروا معنا ونفرحوا معكم وتفرحوا معنا. في كل حصة نتكلموا على أيام عالمية ودولية، نتوقفوا عند أحداث نتكلموا عليهم اللي تفيدنا في حياتنا. في هذه الفترة يوم 24 مارس يصادف اليوم العالمي للكفاح ضد مرض السل. سمعوا بمرض السل يا أطفال؟ مرض السل، مرض السل هو مرض يصيب الرئتين، يصيب الرئتين معروف، وكان بزاف الناس مصابين بهذا المرض، والحمد لله مرض السل دركا راهو يداوى، راهو يداوى بكري، قتل بزاف الناس، مرض خبيث ولكن دركا يداوى. ولكن الأمم المتحدة داروا هذا اليوم العالمي باش نتوقفوا ويديروا حوصلة على وين وصلوا في الدواء تاع مرض السل وكامل. مليح أننا نتوقفوا عند هذه الأيام الدولية. إذن اليوم العالمي للكفاح، لكفاح مرض السل. أوكي، كاين يوم آخر تاني هو اليوم العالمي للمسرح. شكون اللي راح للمسرح هنا يا أطفال؟ رحتوا المسرح ودرتوا المسرح في المدرسة؟ شكون دار المسرح في المدرسة؟ شكون درتي المسرح؟ واسمك بنتي؟ سارة. سارة، درتي المسرح في المدرسة؟ نعم. وين تسكني؟ فلابوانت. فلابوانت، واسمها بالعربية؟ رايس؟ رايس حميدو. رايس حميدو، برافو. درتي واش مسرحية درتو في القسم؟ يعني مسرحية صغيرة طويلة؟ وعجبك المسرح كي درتي المسرح؟ نعم عجبك. وانت درت المسرح؟ ايه. وانت يا؟ واسمك بنتي؟ آلاء. وين تسكني آلاء؟ في الغارف. في الغارف، واسمها بالعربية؟ المورا المرادية. المرادية، برافو. درتي المسرح في المدرسة؟ واش مثلتي؟ واش مدور؟ دور حفلة. دور حفلة؟ درتوها في حفلة يعني؟ وعجبك المسرح؟ نعم. برافو. بصفة عامة الأطفال قاع يحبوا المسرح، لأنه درت المسرح أنت تاني؟ درته كامل؟ إيه برافو. واسمك ولدي؟ أصيل. أصيل، وين تسكن؟ في دراريا. في دراريا، درت المسرح؟ نعم. درته في المدرسة ولا؟ في المدرسة. وعجبك المسرح؟ واش من دور درت؟ درت دور قبيح ولا دور واحدة جونتي عاقل؟ عاقل. عاقل، برافو برافو برافو. شكون تاني دار المسرح؟ أنا. درت؟ وين درت ولدي؟ في المسيد. في المسيد، واسمك؟ أنيس صالحي. وين تسكن أنيس؟ في غران شراقة. في غران شراقة، الله يبارك. واسمك ولدي؟ ريان. ريان، وين تسكن ريان؟ في الكاريير. وين؟ في الكاريير. في الكاريير، يعني باب الواد؟ إيه. الله يبارك. وين درت المسرح؟ في المسيد؟ في الجامع. في الجامع؟ في الروضة تاع الجامع. داكور داكور، في الروضة تاع الجامع، برافو برافو برافو. واسمك ولدي؟ عادل. وين تسكن؟ باب الواد. باب الواد، درت المسرح ثاني؟ ايه. وين؟ في المسيد. في المسيد، برافو برافو. إذن يا أطفال اليوم العالمي للمسرح يوم مهم جدا، لأنه المسرح هو فن، فن معترف به. أنت ثاني درتيه؟ واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، وين تسكني؟ خريسية. اوكي، إذا تحياتنا لكاع ناس خريسية. وين درتي المسرح؟ في المسيد. وعجبك المسرح؟
هاي برافو. المسرح شيء جميل يا أطفال، لأننا نقدر نمثلوا أدوار، نقدر نديروا عدة أشياء. يا أخي هو فن معترف به ومهم جدا، كان مسارح عبر العالم وكان مسارح في الجزائر كذلك. في أول كل حصة كالمعتاد تاني نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ تعرفوها انتم كاع شاطرين. اذا كذلك الاطفال لم يشاهدوا فينا ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا. انتم تاني تقدروا تشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقه عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com. انت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع اجل. اكتب عمويازيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه اجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه. مبروك عليك الهديه. برافو برافو يا أطفال، أنتم شاطرين، ولكن لازم تستناو حتى نهاية الحصة باش تعطوني الأجوبة تاعكم. يا أخي إذن اليوم كلفنا إيناس باش تدير لنا بحث عن شخصية معروفة اللي هو بوحميدي محمود. إذن تفضلي إيناس، تفضلي إيناس، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد بوحميدي محمود. من مواليد سنة 1939 بالقصبة، تربى في أزقة الحي وشوارع الجزائر العاصمة. عرف عنه حبه للتضحية وكرهه للمستعمر. انضم إلى صفوف الثورة ضمن فوج الفدائيين بالقصبة، وبحكم معرفته للعاصمة كلف بربط الاتصالات بين الفدائيين وعمل على توفير مخابئ لهم في القصبة، مثل ما عمل مع ليلا بوانت سنة 1957. وكان له دور أساسي في إخفاء وثائق الثورة ومراسلات مسؤولي العمليات الفدائية وتحضير أماكن للاجتماعات المجاهدين. واستمر في نضاله إلى أن سقط شهيدا يوم 8 أكتوبر 1957، بعد نصف البيت الذي كان به رفقة زملائه حاسبة بن بوعلي وعلي لابوانت وعمر صغير. برافو 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 إيناس، برافو برافو. يا أطفال في حياتنا كاين شخص، شخص أنا نعتبره مهم جدا في حياتنا. هذا الشخص هو اللي يمر كل يوم على البيوت ويجمع القمامة. هو اسمه شكون يقدر يقول لي واسمك بنتي؟ أيوة حشيشي. وين تسكني؟ في الجزائر العاصمة. في العاصمة. واسمه؟ النظاف. النظاف. عنده اسم اخر ثاني النظاف ولا النظاف؟ النظاف. 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 شو اللي عنده اسم اخر؟ النظاف. النظاف. عنده اسم اخر؟ المنظف. 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 النظاف. النظاف. شو اللي يقدر يقول لي؟ عامل النظافة. عامل النظافة. عامل النظافة. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين. وين تسكني ياسمين؟ في دراريا. في دراريا. برافو برافو. هو عامل النظافة. أنا شخصيا نحب هذا الإنسان ونحترمه لأنه هو اللي ينظف. واش تعرفي واسمه؟ واسمه عامل النظافة. قولي واسمه؟ نظافة. عامل النظافة. أنت تاني تعرفه واسمه؟ نظافة. عامل النظافة. وأنتي؟ عامل النظافة. عامل النظافة. برافو برافو برافو. ها؟ جمع القمامة. هو اللي يجمع القمامة. بالضبط بالضبط. إذن هذا الإنسان أنا شخصيا أكن له احتراما كبيرا. قولي لي بنتي واش حبيتي تقولي لي؟ تعالي. أرواحي واسمه؟ المنظف. المنظف. هو عامل النظافة. علاش قلت لكم هكذا؟ لأنه عمو يزيد دالكم أغنية جميلة خاصة بعامل النظافة. يلا تغنوها كامل معي. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر.
تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر يا أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر مقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر برافو 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 إذا تحية تحية لعمي مصطفى عامل النظافة فوالا عمي مصطفى عامل النظافة احنا عطينا له اسم هكذا لأننا نحبوا عامل النظافة ونحترموه جدا 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 يا أخي أطفال إذا القمامة لازم ترموها في مكانها وديروها في أكياس يا أخي ما تخلوهاش هكذاك مرمية لازم تسهلوا عمل عامل النظافة يا أخي أطفال يا أطفال واش رأيكم دركا راح ندو العم إبراهيم اللي جانا من مدينة شلف في ألعاب الخفة تحية إذا تفضل عم إبراهيم السلام عليكم يا أطفال عليكم السلام راكم ملاح؟ نعم إيه جاكم الساحر وهذه المرة راح يقدم لكم خدعة غريبة نوعا ما نشوفوا مع بعض وقبل ما نبداو راح يجي مشترك يشارك معايا لهنا يا أروح انتي ايه تفضلي تفضلي هنا يا مع الساحر يلا وش اسمك فريال اعطونا تصفيقه حاره على فريال فريال هكذا راهي شابه وش عندنا لهنا عندنا بليونه عندكم هذا كما هو في الدار كاين عندكم المهم فيه والو فريال وش فيه لداخل فيه والو ممتاز نبداو اللعبة جاهزة فريال يلا راكي شايفة هذه ايه ديري كيما انا بالعياليها قيسي انتي فان شكرا نزيدو
اروحي فريال اروحي مازال مازال ما كملناش ما عندكيش تجيب داسة فيه دراهم لا لا ايه موش مشكلة عندنا هنا في ودنها تانيك هاي واحدة عندنا تان هنا نزيدو شوفوا شحال لا يمنا مرفها صديقتك يلا نزيدو مع بعض تفضلي هنا ميلي شويه راسك نزيدو ثاني منا يلا نزيدو فريا هاي الوحده راكي شايفتها هاي هاني تشيد هاي الدور حكميها بيدك غلقي عليها قيسيها هنا شكرا يا اطفال شكرا على المشاركه فريا صفيقة برافو 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 شكرا عمو ابراهيم عمو يزيد كالمعتاد راح يحكي لكم حكاية الفأر الطماع يلا كمل معايا نسمعوها يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفأر الطماع واحد النهار كان واحد الفار وهذاك الفار كان جيعان يحوس على القمح يحوس على القمح تفكر باللي كاين مخزن فيه القمح بس هذاك المخزن فيه قطة القطة تعس عليه هو يخاف من القطة قاعد يفكر يا ربي كيفاش نديرني ميت بالشر أنا كيفاش نجيب أنايا على الأقل شوية قوت هكذا باش ناكل وكامل يا ربي يا ربي كيفاش ندير جات واحد الفكرة قاعد يمشي يمشي تحت المخزن هكذا شاف كان واحد فتحة صغيرة هكذا وراح هكذا مسها غير شويه هكذا طاحت منها حبه تاع القمح راح خذا هذيك الحبه تاع القمح وراح تقوت بها وبعد رجع قال ايه قالوا كان تزيد نفتحها شويه يطيحوا زوج حبات كما كان الحال جا غدوه من ذاك فتحها فتحها هكذا طاحوا زوج حبات داهم وراح عاد غدوه من ذاك قالوا علاش انا ما نزيدش نفتحها يزيد يطيحوا ثلاثه ولا اربعه ولا من بعد فتحها واحد النهار طاحوا ثلاثة هكذا قال أنا دوك نكبر الفتحة باش يهبط لي بزاف القمح ونديه على ضربة هو فتح هذيك الفتحة نزل القمح ولكن هذيك الفتحة اللي فتحها كانت كبيرة نزلت منها القطة احتسبها قدامه هكذا عمو يزيد عمو يزيد استخلص من القصة أنا طامع يقل ما نجمع بالضبط يا أطفال واش نقولوا احنا ناس بكري يقولوا الطمع يفسد الطبع الانسان لازم يكون قنوع ما يكونش طماع لان الطمع ماشي مليح لان لما راح تطمع راح تطيح في الفخ الانسان لازم يكون قنوع لان القناعه كنز لا يفنى القناعه كنز لا يفنى يلا معايا يا أطفال درك أنا حبيتكم شكون يجي يحكي لي نكتة جميلة ولا قصة طريفة تعالي بنتي روحي روحي قعدي هنا واسمك بنتي أشاشي شيماء شيماء وين تسكني في الجزائر العاصمة في العاصمة احكي لنا النكتة تاعك قال لك اختار واحد الأب قال لابنه قال له وليدي لازم تكون على 4:30 في الدار وما عاد هذاك الولد ما عاد هذاك الأب قاعد يستنى في وليده وما عاد ما جاش وليده لحقت 4:30 داك الطفل مازال ما جاش وما عاد قاعد يستنى كي لحقت 6 هذاك الولد دخل للدار وما عاد باباه قال له وليدي وعلاش بطيت ما قال له بابا واحد السيد طاحت له 5000 وما عاد هذاك الأب قال لوليده قال له هكذا نحبك وليدي قاعد تحوس معها عليها قال له لا لا بابا قلت عفس عليها ونستنى فيه راح برافو برافو هايلة 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 تعالي بنتي اروحي تعالي 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 واسمك بنتي؟ آلاء آلاء احكي لنا نكتة تاعك آلاء واحد الخطرة واحد السيدة راح قال له لواحد الولد قال له استناني نجي عندك على 4 سنة 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 ما جاش ما داكي راح لعند الأب ديالو قال له وش كنت تدير
كي قالوا واش كنت ندير، من بعد هو قالوا انا كنت نحوس على واحد زيد، طحت له القرعه تاعو تاع الماء، حوست له عليه، حتى كي لقيتها له طيتها له ورحت جيت عندك. اها برافو برافو برافو. تعالي بنتي، تعالي تعالي، روحي. واسمك بنتي؟ إيمان. وين تسكني؟ ليدو. في ليدو. ليدو وين يعني؟ باش يعرفوا الناس برك؟ ليدو. برج كيفان؟ ايه. قريب البرج كيفان. إيه. يا أخي. يلا بنتي. كانوا كاينين ثلاثة، واحد جيري، واحد فرنسي، واحد شينوي. من بعد قال لهم لي يطلع 200 درجة، نمدوا له 100 مليون. بدا الشينوي طلع ربع، بدا يعاود هبط، بدا فرنسي طلع نص، يعاود هبط، بدا جيري طلعهم كاع يتيك، بقات له وحده، طاحت له واحد دوره وهبطوا شي ديبه. برافو 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 يا اطفال، لحقنا دركا للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ قولي لي. الماء. اوه الماء. وانتي؟ الوقت. الوقت. الماء. 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 تعرفي؟ الحوت. الحوت. اوكي. الماء. الماء. شاطرين. وشو؟ الساعة. وانتي بنتي؟ الماء. 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 اوكي. الماء. الماء. الألواء. الألواء. وي ولدي. الهواء. 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 الماء. الماء. إذن حقيقة الجواب هو الماء. إذن تعالي 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 بنتي اللي أعطتنا الجواب الأولى، إحنا نجيب لك هدية تاعك من عند بوبي. أروحي بنتي، تعالي تعالي تعالي، وقفي هنا. إحنا الشاطرين اللي سيبوا الجواب اللي كان الماء عن اللغز، نعطوها قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، ونعطوك كذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، فيه 22 أغنية إن شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي. يلا يلا يلا. برافو برافو بنتي، برافو برافو. تصفيق عليها تصفيق عليها، حيوها. تحبوا الشاطرين، ما انتم كنتوا شاطرين. ودركا لحقنا الركن عيد الميلاد، عندنا عيد ميلاد تاع نور الهدى. تفضلي نور الهدى، وانا راح نغني لها عيد ميلادك احلى عيد، وانتم اصدقائنا تروحوا تجيبوا لنا الكاتو تاع نور الهدى، وانا نغني لها عيد ميلادك احلى عيد. يلا نور الهدى تعالي، تعالوا يا اطفال، تعالوا تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شالله يا ربي لم يتسالى وتعيش أيامها أفراح، شالله يا ربي لم يتسالى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له
يباركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن عمو يزيد يشعل الشمع فوالا إذن ديروا معايا العدد التنازلي 14 13 12 11 10 تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة واحد برافو نور الهدى طفي الشمع فوالا برافو 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 أعطي لي أعطي الهدية تاع نور الهدى إذا نور الهدى بما أنك رسلتينا ورسلتينا خمس قسيمات علب حليب رامي واخترناك باش تكوني معنا اليوم في عيد في باش تحتفلي بعيد ميلادك رامي ممول الحصة يهدي لك تابلت ان شاء الله تستفادي بها تفضلي بنتي وحنا كامل راح نهدو لكم شهاده لمشاركتكم في تصوير حصه مع عمو يزيد كي تخرجوا تسيبوهم كاع يستناو فيكم هاد الشهادات يا اطفال اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير استناونا في الاسبوع المقبل نهار ثلاثه على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في نحبكم يا اطفال لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد